بيكم في حلقه جديده من برنامج 7 في 7 على شاشه تايم سبورتس، وكالعاده ولمده ساعه زي كل يوم هنكون مع بعض عشان نتابع كل جديد على السوشيال ميديا الرياضيه، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، ونشوف كمان جديد النجوم والانديه والمنتخبات، ونستعرض مع بعض اهم الاخبار السريعه والحصريه، ونكشف لكم كمان التوب سيكريت ونصحح الفيك نيوز. هنبتدي طبعا حلقتنا كالعاده بسؤالنا. سؤالنا النهارده بيقول: محمد صلاح هل يقدر انه يفوز بجائزه هداف كاس امم افريقيا؟ شاركونا طبعا باجاباتكم على تويتر طول الحلقه باذن الله على هاشتاج البرنامج 7 في 7. في اخر الحلقه ان شاء الله هنستعرض مع بعض اهم الاجابات. ودلوقتي هنشوف مع بعض اهم الترندز الرياضيه على تويتر خلال الساعات اللي فاتت، واللي كان اهمها هاشتاج امم افريقيا 2019. طبعا الهاشتاج ده ابتدى ان هو ينتشر بسبب قرب افتتاح البطوله، واللي باقي عليه 10 ايام بس، وكمان المنتخبات اعلنت قوائمها النهائيه. ابرز بقى ال 12 على الهاشتاج ده كان بيقول لك: في لعيب خطير في منتخب المغرب اسمه عبد الرزاق حمد الله، خلوا بالكم منه، ده الدوله الهيثميه. كمان عبدو اكرم قال ان امم افريقيا 2019 حلوه القايمه دي، ممكن توصلنا لدور الثمانيه، القايمه النهائيه لمنتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه، واللي بتضم 23 لاعب اللي طبعا اعلنهم قبل كده المدير الفني لمنتخبنا الوطني اجاري. كمان عماد رجب بيقول: منتخب مصر يقدر يعملها باذن الله ويجيب بطوله امم افريقيا 2019، وراك يا ابو مكه محمد صلاح. كمان احمد الدبه بيقول: القايمه النهائيه للمنتخب المصري بالتوفيق ان شاء الله. برضه هاشتاج محمد صلاح انتشر في الايام اللي فاتت او من امبارح، وده طبعا بسبب اجازه نجم ليفربول الانجليزي السنويه واللي بيقضيها دلوقتي في الجونه، وكان عليها ردود افعال كتير جدا في السوشيال ميديا، وابرز ال 12 عليها كان عمر قال: فخر العرب محمد صلاح. كمان خالد ياسر بيقول: ربنا يوفقك يا رب وتكون هداف بطولة أفريقيا 2019 وترفع كاس البطولة إن شاء الله، أبو مكة محمد صلاح وبناتي بسملة وآلاء وعيشة بيشجعوك. كمان سندريلا قالت: الناس اللي زعلانة من صلاح إنه مقضيها وسايب معسكر المنتخب، أحب أوضح بس للغايب عنه إن صلاح بيعمل لمصر أكبر دعاية للسياحة، وناس في كل العالم دلوقتي من معجبينه بيدخلوا يسألوا هو بيقضي فين أجازته، وده أكبر دعاية لينا. تاني حاجة، الفترة اللي فاتت كانت تجربة لبعض اللاعبين. كمان أحمد القصبي بيقول: لعيب المنتخب وهم في المعسكر وبيشوفوا صور صلاح في الجونة. ودلوقتي هنتابع مع بعض نجوم الرياضة والأندية والمنتخبات نشروا إيه على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وهنبتدي من الفيسبوك. هنبدأ من حساب اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019. الحساب ده خلاص بدأ إن هو ينزل العد التنازلي للبطولة، وكتب: الآن وقد بدأ العد التنازلي، 10 أيام على البداية، أهلا بكم في العاصمة. الحساب كمان نشر صورة بمناسبة رقم 10، وقال إن منتخبات شمال أفريقيا حققوا 10 ألقاب، وهي 7 بطولات للمنتخب المصري لوحده، ولقب واحد لكل من تونس والمغرب والجزائر. مكملين مع أفريقيا، وحساب الاتحاد الأوغندي لكرة القدم أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب واللي موجود في مجموعة مصر، والقائمة دي بتضم 23 لاعب، وهم في حراسة المرمى أونيانجو أوروجنكار، جمال سالم، في الدفاع جوكو موكيبي موغابي موليمي ودادا وساو تيموثي جوتفري وأوشيا، وفي الوسط كيزيتو خالد أوتشو فاروق ميا وأزيرا لوانجو كاتريجا، وفي الهجوم أوكوي عبدو لومالو وباتريك كادو وكيمبالي ونسامبي. كمان حساب كاس العالم للشباب احتفل بذكرى فوز المنتخب الانجليزي بلقب مونديال الشباب، واللي حققه زي النهارده من سنتين لما كسب شباب انجلترا منتخب فنزويلا، وكانت نتيجه ساعتها 1-0 عشان يحقق المنتخب الانجليزي للشباب مونديال تحت 20 سنه لاول مره في تاريخه. كمان نشر الفيديو ده. والبرتغالي كريستيانو رونالدو احتفل على صفحته الرسمية في الفيسبوك بلقب دوري أمم أوروبا بطريقة خاصة جدا، نشر صور ليه مع ابنه ومع صاحبته ومع والدته برضه، وكان كاس البطولة حاضر في كل الصور.
كمان هانا ويلسون لاعبة نيوزيلندا أو منتخب نيوزيلندا اتصابت بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، لكن هي برضو لحقت إن هي تنضم لمنتخب بلدها في قائمة مونديال السيدات. حساب كأس العالم للسيدات بقى نشر فيديو لهانا وهي بتحكي فيه إزاي إن المزيكا كان ليها دور كبير جدا إن هي تخف بسرعة من الإصابة الرهيبة دي وتلحق المونديال. وهنختتم بقى فقرة الفيسبوك من حساب بطولة كوبا أمريكا الرسمي، واللي نشر فيديو بيفكر فيه الجمهور بنهائي البطولة سنة 2004 كانت ما بين البرازيل والأرجنتين، لما كان منتخب التانجو متقدم 2-1، لكن البرازيلي أدريانو قدر إن هو يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع، عشان بعدها طبعاً تحسم ركلات الترجيح البطولة واللي كسبها وقتها منتخب السامبا 4-2. تعالوا نشوف مع بعض جول أدريانو في الوقت القاتل. ومن أهم اللي اتنشر على الفيسبوك سريعاً بقى نروح لأهم تويتات على تويتر. بمناسبة فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، شركة شهيرة للتليفونات المحمولة ادت لكل لاعب من فريق ليفربول موبايل وعليه شعار طبعاً دوري أبطال أوروبا أو تشامبيونز ليج ورقم كمان قميص اللاعب واسمه، طبعاً أكيد محمد صلاح تليفونه مكتوب عليه اسمه والرقم 11. وبمناسبة الكلام عن محمد صلاح، صورة مع السمك وكمان مع الفنانة أمينة خليل قلبت السوشيال ميديا خصوصا بقى تويتر، واللي كان فيه تفاعلات كتير جدا من الجمهور. طبعا في ناس من الجمهور أخذوا الموضوع على محمل الجد، وفي ناس تانية طبعا كانوا بيهزروا أو واخدينه بروح الفكاهة اللي أكيد بيتميز بيها المصريين. كمان أحمد صلاح حسني لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق قال إن لعيبة المنتخب اتفرجوا على فيلم الممر، وأكد إن الفيلم ده هيدي شحنة وطنية قوية جدا بقى للعيبة طبعا قبل كأس أمم أفريقيا. كمان قناة بيتي سبورت أخذت رأي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عن اختياراته لأفضل اللعيبة، ولما سألوه عن لاعب مميز في السرعة اختار أكيد محمد صلاح. تعالوا نشوف قال إيه. كمان حساب نادي باريس سان جيرمان نشر فيديو فيه تصريحات البرازيلي داني ألفيتش، واللي أكد فيه إنه في الكرة دلوقتي ما ينفعش تقلل من قيمة أي فريق. تعالوا نشوف الفيديو. وهنختم فقرة تويتر من حساب منتخب زيمبابوي، واللي قال لجمهوره إزاي يقدروا إن هم يحجزوا تذاكر كأس الأمم الأفريقية عن طريق الموقع الرسمي تذكرتي. حساب زيمبابوي كمان أكد إن تذاكر مباراة الافتتاح اللي هيلعبها ضد مصر اتباعت كلها خلاص. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في 7 على 7 على شاشه تايم سبورتس. خليكم معانا. رجعنا تاني ولسه مكملين معاكم فقراتنا في برنامج 7 على 7 على شاشه تايم سبورتس. عايزه برضو افكركم مره تانيه بسؤال حلقتنا النهارده. سؤالنا بيقول هل محمد صلاح يقدر ان هو يكون هداف البطوله الافريقيه اللي هنا في مصر ان شاء الله امم افريقيا؟ مستنيه اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 على 7 على تويتر، وان شاء الله باذن الله في نهايه الحلقه ان شاء الله هنستعرض اجاباتكم كلها. وهنرجع بقى معاكم لكن مع الانستجرام. نروح لرجل منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، واللي حاليا بيقضي اجازته بعد طبعا نهايه الموسم وتتويجه بلقب دوري ابطال اوروبا، حتى هو في الاجازه وفي عرض البحر بيحقق بقى انجازات كثيره جدا لكن في صيد السمك، ونشر الصورتين دول على الانستجرام. وفي رد سريع بقى جدا من مهاجم منتخبنا الوطني السابق عمرو زكي، نشر الصوره دي برده مع سمكه، لكن السمكه دي بقى اكبر زي ما هتشوفوها دلوقتي، وكتب لصلاح البحر واحد والسمك انواع عالميه. وفي الكومنتس كمان كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق كتب لعمرو زكي ده حوت ولا ايه يا نجم؟ احمد حسن كوكا بقى نجم هجوم منتخبنا هزر مع عمرو زكي وكتب له طب ما تاخد نفسك يا بلدوزر، فعمرو زكي قال له دي أقل سمكة اصطدتها. كمان محمد صلاح بقى نشر صورة تانية بعديها بساعات لكن مع سمكة جديدة. قام الفنان بقى آسر ياسين رد على صلاح بالصورة الكوميدية دي وقال له يا ترى مين فينا بيصطاد أحسن؟ نروح بقى لوليد ازارو مهاجم النادي الاهلي، واللي نشر كمان صورته دي وكتب رساله شكر لكل اللي هنبعد عيد ميلاده. طبعا ازارو من مواليد يوم 11 يونيو سنه 95 والنهارده تم ال 24 سنه، وكان من بين بقى الكومنتس طبعا على الصوره دي نجوم من النادي الاهلي زي علي معلول ورمضان صبحي. ومن الهجوم نروح بقى للدفاع،
بس مع لاعب هداف برضه هو سيرخيو راموس. والحساب الدوري الاسباني نشر صوره ليه لاحتفاله طبعا بهدفه امبارح مع منتخب اسبانيا في شباك السويد وكتب ملك الساحل. روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الالماني منتخب بولندا نشر صورته وهو كمان بيحتفل بهدفه في تصفيات امم اوروبا 2020 وكتب 4 مباريات 12 نقطه لبولندا. نروح بقى لمجموعه فيديوز خفيفه، واول فيديو لمهاره عاليه جدا في التسديد بدقه من مسافه بعيده، تعالوا نشوف. ومن دقه بقى التسديد نروح بقى لحلاوه استلام الكوره ودقه العرضيات مع لاعب المنتخب الياباني لكره القدم لذوي الاحتياجات الخاصه هنريكي، تعالوا نشوفه. ونروح بقى معاكم للكره النسائيه للصالات ومهارات حلوه قوي من لاعبه طبعا بتدي بقى كباري للمنافسه بتاعتها، تعالوا نشوف. نختم فقرتنا مع لاعب واحد بيدي بقى بلعبه واحده برضو كوبري الاثنين من اللعيبه المنافسين، تعالوا نشوف. ودلوقتي نطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، خليكم معايا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في برنامج 7 في 7 على شاشه تايم سبورتس. برضه عايزه افكركم مره ثانيه بسؤال حلقتنا النهارده، هل محمد صلاح يقدر ان هو يكون هداف بطوله افريقيا 2019 المقامه هنا في مصر؟ هستنى اجاباتكم على هاشتاج البرنامج 7 في 7 على تويتر. وبنرجع بقى مع فقره الفيك نيوز، طبعا فقره الفيك نيوز دي بنقول لكم فيها اخر الاشاعات او اهم الاشاعات، وكمان بنقول لكم فيها كانت حقيقه او بننفيها. صحيفه بقى سبورت الكاترونيه قالت ان من كام يوم كده يعني ان جريزمان قرب جدا ان هو يلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن صحيفه لو باريزيان الفرنسيه واللي هي قريبه جدا من نادي باريس سان جيرمان نفت الخبر ده وقالت ان جريزمان قريب جدا ان هو ينضم لبرشلونه، لان اداره باريس سان جيرمان دلوقتي مركزه جدا على تدعيم الخطوط اللي فيها مشاكل طبعا، ومش منها اكيد خط الهجوم اللي فيه لعيبه كبار جدا زي نيمار وكافاني ومبابي. واكدت كمان لو باريزيان ان باريس مش هيقدم عرض لجريزمان الا لو مشى نيمار من الفريق. ودلوقتي بقى لو مستعجلين نروح معاكم سريعا لاهم الاخبار، ودي هتكون في فقره اخبار على السريع. اليوم السابع مؤتمر صحفي لاجاري غدا للحديث عن وديه منتخب مصر امام تنزانيا. يلا كوره، ترتيب قائد المنتخب بامم افريقيا المحمدي رقم 1 وصلاح السادس. الفجر، أحمد علي يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا والشناوي حارس للمرمى. الوطن، منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي والكونغو ويواجه أوغندا بالأبيض. في الجول، كريم حافظ، أتمنى البقاء مع قاسم باشا أو الانتقال لبطل صربيا. الفجر، ملعب السكة الحديد جاهز لاستضافة زيمبابوي. اليوم السابع، الزمالك يشكل لجنة لدراسة عروض المعارين. يلا كورة، محمد عرفة مدافع الوكر على رادار الزمالك. الفجر، بيع 9 نجوم في الزمالك. ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك منتخب مصر السابق. مساء الفل على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. كابتن طارق، الو، مساء الفل على حضرتك. الفل يا شيما، تحياتي ليكي ولكل مشاهدينك، وكل سنه وانت وكل الشعب المصري بخير وطيب. وحضرتك طيب وبخير وبسلامه. طيب عايزين الاول نتكلم بقى عن قائمه المنتخب، القائمه النهائيه اللي طبعا حطها اجاري. والله القايمة يعني من البداية من وجهة نظري الشخصية مش متفق عليها، يعني في حاجات كتيرة جدا. صحيح. كمدير فني لما بتيجي تحط القايمة بيبقى عندك عندك بلان كده بتحطيه، يعني بتختار حراسة المرمى، بتختاري خط الظهر كام لاعب، بتختاري الباك يمين باك شمال، بتعملي حساب للبطولة كلها، الست مباريات اللي انت هتلعبيهم في البطولة. ولكن الاختيارات من البدايه كان فيها من وجهه نظري ظلم لبعض اللعيبه ومجامله لبعض اللاعبين، ولكن كل مدير فني بيبقى ليه وجهه نظره. كابتن طارق، حضرتك لو قلت لي مين بعينه من اللعيبه شايف ان وجوده في المنتخب مجامله، تقول لي مين؟
لا هو فبالتالي انت وجود عواد كنت هتخلي في منافسه شويه، هتخلي الامور معاك متاع، على الاقل لو حصل حاجه لا قدر الله لحد من الثلاثه فانت مش هتقدر تاخد عواد، انت هتاخد ابو جبل لان هو ده الرابع بالنسبه لك. صحيح، يعني حضرتك شايف ان كان من الافضل ان عواد يكون موجود في المنتخب او ينضم في المعسكر الاخير بدل ابو جبل. طبعا انا شايف ان عواد يكون موجود، شايف ان عبد الله جمعه يكون موجود وموجود اساسي كمان، مش موجود ان هو يخرج على المستوى الثابت اللي عمله على الماتشات اللي عملها. خلي بالك انت ما بتلعبي ماتشات في افريقيا بالذات الزمالك لعب في ثلاث فرق في الدوري المغربي، تعتبري ماتشات تقيله جدا، مش ماتشات سهله يعني. زي ما بقول على ابو الفتوح يعني، لما كنت تاخد عبد الله جمعه وكان عبد الله انت لو خدته كان هيفضل مستمر، ان عبد الله احسن باك شمال في مصر. صحيح يعني. عبد الله جمعه يمكن ناس كتير قوي كانت بتتكلم ازاي عبد الله جمعه ما يكونش موجود في القايمه دي. ما هي بص يا شيماء، هي وجهات نظر مدربين. يعني انا من وجهه نظري انت واخد اربعه دندرات او خمسه شبه بعض يعني. انا كنت اتمنى عمرو السوليه يكون موجود. صحيح. انا كنت اتمنى صالح جمعه يكون موجود. كنت اتمنى كهربا يكون موجود بخبرته، وان انت واخد في المكان ده خمس لعيبه بس. واخد ورده، واخد تريزيجيه، واخد محمد صلاح، واخد. طب بعيدا عن اللعيبه اللي في الاهلي وفي الزمالك زي سوليه وعبد الله جمعه، شايف مين من اللعيبه برضو اللي ظهروا في الدوري المصري ممتاز في الموسم الحالي وكانوا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين مع المنتخب؟ والله بص، لما بتتكلمي في الدوري المصري، انا كنت شايف في فتره من الفترات اوباما كان ماشي بشكل كويس جدا جدا، وبالتالي ما اتاخدش منتخب. زي ما قلت لك السوليه، زي ما قلت لك ناصر ماهر كان ماشي بشكل كويس قوي مع النادي الاهلي في الاول وبعد كده بعت. انا بركز لك ليه على الاهلي والزمالك تحديدا والاسماعيلي، لان هم دولت اللي لعبوا بطولات كبيره جدا. صحيح. ولما يحطوا تحت ضغط جمهوري شوف في مشاكل. ما ينفعش انا في اختيارات ياخد سبع مساكين، واخد باهر المحمدي، واخد محمود علاء، واخد الوجه، واخد ايمن اشرف، واخد حجازي، واخد سبع مدافعين. صحيح. كابتن طارق، خليني برضو اسال حضرتك، يعني الضغط الجماهيري الضغط الجماهيري على الجهاز الخاص بمنتخبنا الوطني الاول، يعني شفنا كان في استبعاد او تجاهل لوليد سليمان في فترات كتيره جدا، لكن بعد الضغط الجماهيري الكبير قوي اتفاجئنا ان وليد سليمان اخيرا انضم للمنتخب. طبعا بصي، هو وليد لعيب كبير ولعيب مؤثر جدا مع النادي الاهلي، ولما غاب مع النادي الاهلي فرق كتير جدا مع النادي الاهلي، فكان هو عبد الله السعيد السابق يعني. فاللعيب اللي زي دوت زي ما بكلمك من شويه شيماء، ان ايه لعيب تقيل، لعيب دولي، لعيب لما يتحط تحت ضغط جمهوري مش هيقلق، مش هيبقى عنده مشاكل. عكس في لعيبه ثانيه ممكن مع الوقت تلاقيها الامور بالنسبه لها فيها عصبيه وما تاخديش منه اللي انت عايزاه في الملعب. ولكن اختيار وليد برضه في التوقيت دوت ووليد ما لعبش، فدي حاجات من اللي عليها علامه استفهام. يعني خلينا نقول ان دايما المنتخب بلدك ده بيبقى هو اكبر من الانديه. صحيح. في اي حته، المنتخب المغربي اللي كان بيتعمل على هيرفي رينار وانا موجود هناك في الدوري السنه اللي فاتت، وازاي ما خدش ده وازاي خد ده وازاي هو واخد مباراه بصوره ما كانش عنده نادي، تخيلي. طيب. فتره من الفترات. طب بمناسبه الكلام عن الفتره اللي حضرتك كنت موجود فيها في المغرب، شايف بقى المنتخب المغربي ازاي؟ تقييمك ليه ايه؟ لا هو منتخب مغربي، منتخب قوي، منتخب مميز. عندهم مدير فني عنده شخصيه قويه جدا. صحيح. عنده ستايل لعب ومدرسه لعب بيشتغل فيها، انا بشوفه في مباريات كثيره جدا اتلعبت، واخرهم مباراه الارجنتين كان هناك في طنجة. بيلعب بكذا طريقه لعب، ساعات بيلعب بثلاثه 4-3 وساعات بيلعب ب4-2-3-1، يعني عنده طرق لعب كثيره جدا. اللعيبه اللي موجوده في المنتخب المغربي هم لعيبه محترفين في اكبر الانديه ولاعيبه اساسيين، تفرق كتير جدا. عشان كده انا يعني في كل احاديثي اتوقع ان مصر بجمهورها في الجهاز الفني لنادي الزمالك. لا والله نادي الزمالك ده طبعا نادينا وتحت امر النادي في اي وقت، والفرصه بالنسبه لي لسه ما جاتش. يمكن مشروع مرتضى منصور ادى الفرصه لناس كثيره جدا 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 كمدير فني يعني. ونرجع نكمل معاكم اخبارنا على السريع. الوطن الخطيب يفض اشتباك لجنه التخطيط ولسارتي. اليوم السابع مؤمن زكريا ينتظر موقف الاهلي للرد على العروض المحليه والخارجيه. الفجر الاهلي يجمع تاشيرات معسكر المانيا. في الجول المصري الاهلي يفاوضنا عبر وسطاء لضم اسلام عيسى.
بطولات أفشى سيرمون دياز كان يتجاهل اللاعبين وفشل في التعامل مع نجوم بيراميدز. اليوم السابع لاعبو الداخلية يدرسون تقديم شكوى لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاتهم. الفجر عصام الحضري على رادار فريق جديد بالدوري المصري. اليوم السابع المقصة يفاوض الأهلي من أجل عيون محمد شريف. ومعانا دلوقتي تليفون مع الصحفي والناقد الرياضي استاذ محمد عرائي. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا شيماء، ازيك؟ واهلا بيك وكل مشاهدي. اهلا بيك، منورنا اكيد في 7 في 7. وعايزه ابتدي معاك طبعا اسئلتنا بازمه النادي الاهلي مع اتحاد الكوره، شايفها ازاي؟ طبعا يعني اعتقد ان مفيش يعني حاجه كانت تعلو على المشكله ديت الفتره اللي فاتت، كانت هي تقريبا شغل الشاغل لكل الوسط الرياضي. صحيح. اعتقد ان المشكله يعني اساسها كان اختلاف وجهات النظر بين الطرفين. اتحاد الكوره طبعا في حاجات كتير كان المفروض تتعمل وما اتعملتش، بسبب طبعا اقامه كاس الامم في مصر. أكيد. او بسبب ان في سوء تخطيط في حاجات معينه، دي طبعا حاجه مفروغ منها. الاهلي برضو كان في تسرع نوعا ما في قصه التهديد بالانسحاب او التلويح بعدم استكمال المسابقه، فكان يعني في اخطاء مشتركه هي اللي وصلت بينا الموضوع ان احنا نخش في الازمه ديت، بس اعتقد ان صوت العقل نجح في الاخر الموضوع. وجلسه المنتخب المغربي، الترجي والوداد المغربي، كده كده برضو الترجي والوداد المغربي هيبقوا متواجدين بنسبه كبيره في البطوله الجايه في كاس في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبرضو من حقهم ان هم يتمددوا المقريات، خصوصا المباراه اللي هتم اعادتها هتقام برضو بعد بطوله كاس الامم. بشكرك جدا استاذ محمد عرائي ناقد رياضي. مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في 7 في 7، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في 7 في 7. والنهارده بقى النجم اللي هنتكلم عليه هو الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد واللي مطلوب دلوقتي في ريال مدريد. طبعا هو مطلوب من المدير الفني زين الدين زيدان، ولصحيفه ماركا الاسبانيه القريبه جدا من النادي الملكي اكدت ان زيدان مصمم ان هو يضمه، وطلب كمان من مجلس اداره ان دينامو يوقفوا كمان التفاوض دلوقتي مع كريستون اكسون لاعب توتنهام الانجليزي، ويعرضوا اي مبلغ ممكن على اليونايتد عشان يتخلوا عن بوجبا. وكمان اكدت الصحيفه ان زيدان عارف ان بوجبا نفسه عايز يتنقل لريال مدريد الاسباني، خصوصا طبعا في الفتره دي مع انضمام يوفيتش وكمان هازارد، وان هو كمان مستعد ان هو يخفض الراتب الشخصي بتاعه. في الوقت نفسه بقى تقارير صحفيه ايطاليه اكدت ان بوجبا في حاله تعثر ان هو يتفاوض او ينتقل لريال مدريد الاسباني هيرجع تاني لنادي يوفنتوس الايطالي، وان اداره نادي السيده العجوز وافقت كمان على كل طلباته الشخصيه، وده طبعا بيدل ان بوجبا مصمم ان هو يرحل عن اليونايتد. وزي ما عرفنا خلال الفتره الاخيره ان هو حاسس ان هو عنده ياس ان الفريق مش هيقدر ابدا انه ينافس خلال الموسم اللي جاي او يمكن كمان اللي بعده على اي لقب كبير. دي كانت او ده كان نجمنا النهارده بول بوجبا. ودلوقتي بقى هنبدا معاكم فقرتنا الاخيره وهي فقره توب سيكريت. طبعا الفقره دي كل يوم بنقول لكم فيها خبر حصري جدا مش هتلاقوه في اي مكان غير عندنا هنا في 7 في 7. وخبر النهارده بقى هو ان اسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي نجم طبعا الفريق البورسعيدي اعلن موقفه من الانضمام لقطبين الكوره المصريه الاهلي والزمالك، وده بعد ما اعلن مسؤولين المصري البورسعيدي امكانيه رحيل اسلام عيسى عن الفريق في وقت قبل كده. وعلى طول بقى انديه كتير جدا تسارعت ان هي تتفاوض مع اسلام عيسى، خصوصا بعد المستوى المتميز اللي ظهر بيه اللاعب مع المصري ومن قبله كمان برضو مع فريق النصر. اسلام عيسى بقى اعلنها صريحه ان هو عايز يروح النادي الاهلي مهما كانت العروض او المغريات من اي نادي تاني غير النادي. دلوقتي بقى سريعا تعالوا نشوف ردودكم على سؤال حلقتنا النهارده. سؤالنا النهارده كان بيقول شايفين ان محمد صلاح يقدر ان هو يكون هداف البطوله لامم افريقيا 2019؟ تعالوا نشوف اجاباتكم. سعد بيقول توقعي للهداف هيكون بغداد بنجاح الجزائري، والمركز الثاني هيكون حمد عبد الله مهاجم المغرب. كمان العراف بيقول نعم يستطيع، لكن هناك منافسين له مثل بغداد بنجاح وساديو ماني. أسامة كمان بيقول محمد صلاح.
هيثم عاشور كمان قال فخر العرب بإذن الله، ربنا يوفقك. توقعي هيكون لأحمد علي، هيكون هو الهداف. عمر خالد بيقول إن شاء الله يفوز بيها. كمان أكاونت بعنوان Yes I'm Famous بيقول إن شاء الله البطولة لمصر، ومحمود حسن يكون أفضل لاعب والهداف. دي طبعا كانت بعض مشاركاتكم معنا النهارده على سؤال حلقتنا، هل صلاح يقدر ان هو يكون هداف بطولة أمم أفريقيا 2019؟ بشكركم جدا طبعا على مشاركاتكم معنا. انتهت حلقتنا النهارده من 7 في 7، نشوفكم بكره ان شاء الله. يوم سعيد على حضراتكم.